للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ ناجي شهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطية. بعد تحية، قراءتك للجهود التي بذلتها مصر ما زالت تبذلها كل لحظة لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة وإنهاء المأساة التي يشهدها حاليا أهالي القطاع المحاصر. أهلا وسهلا بك وكل سادة المشاهدين. بداية، الجهود المصرية كانت عبارة عن جهود رسمية احتوت الرغبة الشعبية العارمة في أن تجد حلول تنقذ أرواح الأبرياء من أهلنا في فلسطين. لذلك نستطيع أن نقول أن مصر الشعبية كانت دائما مع مصر الرسمية خطوة بخطوة، كتفا بكتف، في كل الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية من أجل إعلام الدنيا كلها بتلك المآسي التي عاشها شعبنا الفلسطيني من جراء الحرب الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا الصامدين في غزة. لذلك مصر أصبحت هي الرقم الصعب. مصر أصبحت هي كما كانت مفتاح لكل مشاكل المنطقة، أصبحت هي المفتاح تقريبا الأوحد للنزاع الحالي من خلال تلك الرؤية المتكاملة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الأزمة من يوم السابع من أكتوبر حتى الآن. مصر أسمعت الدنيا كلها أن ليست القضية قضية مقاومة بتحارب الاحتلال بعملية نوعية في 7 أكتوبر، ولكن هي عملية شعب بيعاني من عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وسمع الدنيا كلها انه لابد من ان مفتاح الحل في الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي. نعم. واقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 1967. هذا الكلام مع الاستمرار ايضا على الجانب الاخر في انفاذ المساعدات الانسانيه بشكل كبير جدا عبر معبر رفح. اذا ما تحدثنا ايضا استاذ ناجي عن الاشادات الدوليه المتواصله وخاصه في الفتره الاخيره، الصحف الاوروبيه ايضا تحدثت عن دور مصر المحوري في حل ازمات الشرق الاوسط برمتها وطبعا وفي مقدمتها القضيه الفلسطينيه. كيف ترى هذه الاشاده وانعكاس ذلك على مكانه وثقل مصر على المستوى الدولي وايضا على المستوى الاقليمي؟ هذه الاشاده كانت منطلقتها ان القاهره يعني تبنت القضيه الفلسطينيه وتبنت ايجاد حلول واقعيه لمشكله شعبنا الفلسطيني. القاهرة عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف النهائي من هذه الحرب وتصفية القضية الفلسطينية وجعل قادة العالم وضعهم أمام مسؤولياتهم، ثم كان بقت القاهرة هي القبلة أو المحطة التي يتحرك إليها كل زعماء العالم لكي يبحثوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة كيفية حل هذه المشكلة. لذلك هذه الإشادات هي ليست إشادات يعني تحية لمصر أو إشادات من لا قيمة لها، ولكنها إشادات فرضها الدور المصري الواعي والمستمر على مدى 7 شهور الماضية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا يعني مسخر جهود وجهود الدولة المصرية من أجل إيجاد حلول لشعبنا الفلسطيني، من أجل دفع مفاوضات الهدنة إلى الأمام بحيث ينهي هذه الحرب الملعونة، ويبقى في هناك هدنة تنتهي بإيقاف إطلاق النار أو إيقاف الحرب الملعونة. لذلك كله وجدنا أن كل رؤساء دول العالم جم القاهرة. أولا كان قمة القاهرة للسلام صحيح لأول تحرك مسؤول واعي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الدولة المصرية لكي تستدعي كل دول العالم الحاضنة للرؤية الإسرائيلية في هذه الحرب الملعونة وغيرهم من دول العالم ورؤساء دول العالم لكي يكون هناك خريطة طريق قدمتها مصر الرسمية إلى 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 العالم كله من خلال يعني نتائج أو ما نتج عنه عنها ما نتج عنه قمة القاهرة. ثم كان الرؤية المصرية هي أساسا اللي انبثق عنها المؤتمر القمة العربي الإسلامي اللي اتعمل في السعودية. وبعد ذلك رأينا وجدنا كل رؤساء دول العالم، رئيس فرنسا، رئيس وزراء بريطانيا، وزير خارجية أمريكا أكثر من مرة، رئيس وزراء أسبانيا، رئيس وزراء إيطاليا، كلهم حضروا إلى القاهرة لكي يبحثوا مع رئيس عبد الفتاح السيسي ومع الأجهزة السيادية المصرية
كيفية إيجاد حلول لهذه الأزمة، وخاصة أن مصر تماما أعلنت في البداية الأول أنها لن تسمح بخروج أي أجنبي من خارج قطاع غزة عبر الرواح المصرية إلا إدخال المساعدات إلى هنا في غزة. وعشان تعرفي دور مصر الشعبية أن 80% من هذه المساعدات التي وصلت لنا المحاصرين في غزة كان مساعدات شعبية من منظمات المجتمع المدني ومن التحالف المدني التنموي ومن مبادرة حياة كريمة، كلها من قروش وجنيهات المصريين اللي بيعانوا أساسا مشاكل نفسية في حياتهم، ولكنهم مع ما تعانيه شعب الفلسطينيين يعني قدموا ما في بيتهم لكي تصل إلى فلسطين وتهيئ لهم بعض أسباب الحياة. هذه الرؤية المتكاملة جعلت العالم كله لابد أن يشيد من دور المصري، أن تعال ننظر حولنا والعالم أصبح قارة صغيرة، ما هي الدولة التي كرست كل إمكانياتها لكي تحل هذه الأزمة؟ من هو رئيس الدولة اللي بيعمل اتصالات مكوكية شبه يومية مع رؤساء الدول يدفعهم دفعا لكي يكون لهم يعني خطوات دور إيجابي على الأرض معاناة الشعب الفلسطيني وحل وإيقاف هذه الحرب الملعونة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ناجي شهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك.